بهجتي، راني في حيرة ضيق وحنقة. يا بهجتي، راني بحثت في كل درب وكل زنقة، وبعثت رسائل وكتبت شحال من ورقة. يا بهجتي، ما شفتيش العنقة. إخوة الأعزة، لحقوني، عدة من رسائل وطلبوني لباش نبلغ راهم في قصيد اللي راكم تحبوه الكل وتسمعوا به تعرفوا من قديم الزمان. رد الهادي شفيعنا زيد بن عدنان، الله أكبر سلاح المجاهدين زيادنا، تنصر جيش التحرير على العداء من فضل الرحمن. الكاردينال الحاج محمد العنقة، مؤسس وعميد الفن الشعبي الجزائري، بدا مشواره مع الشيخ مصطفى الناظور اللي اكتشف موهبته وأطلق عليه اسم العنقة. بعد وفاة الشيخ الناظور أصبح العنقة قائد الفرقة اللي كانت تضم سي سعيد ولد العربي، عمر بيبيو، ومصطفى ولد المداح، إلا أنه أدرك أن المنافسة شديدة وللاستمرار لازم يبحث عن سبل جديدة. وبذكاء تمكن العنقة من الجمع والمزاوجة بين الجامع والمقهى اللي كانوا يمثلوا مؤسستان اجتماعيتان عندهم تأثير كبير في حياة الناس بالمدينة العتيقة القصبة باعتبارها الدزاير. حقق أول ثورة بأن نقل هذه الخزانة الشعرية العريقة التي ضمت فطاحل الشعراء من المغرب الأقصى إلى المغرب الأدنى في القرون الثلاثة الأخيرة فيبيضها ثم أطلقها إلى المقاهي في أزقة القصبة. التقى بالشيخ سعيدي وتعلم منه العروبي وأتقن غناء القصائد والمدائح الدينية، بحث وتقرب من الشيخ سيد علي الكحل اللي كان شيخ الحضرة بجامع عبد الرحمن الثعالبي اللي عرفوا على شعراء الملحون. جمعته ليان مع العلامة سيد أحمد بن زكري وعرفوا على قصايد سيدي الأخضر بن خلوف مثل الخزنة الصغيرة، الخزنة الكبيرة، وقصيدة ملك الملوك ربي، وتعرف على ديوان إدريس العالمي صاحب قصيدة المكناسية، ومن ديوان محمد بن مسايب غنى عدة قصائد، وغنى أيضا لمبارك السوسي صاحب قصيدة يوم الجمعة خرجوا الريان. يوم الجمعة خرجوا الريان، يوم الجمعة خرجوا الريان، طعنوني من ضيق الرزاق، طعنوني من ضيق الرزاق، بهضوني سلبوني تيهوني صدوا خلاوني، نكمد لي عاد الجراح يحسن عون اللي عشيق مثلي مشروح بلا حسام. تعاون مع سيم حند أم حند وكمال حمادي اللي كتب له قصيدة أمي عزيزي. أمي عزيز نشتاق مولي، احتك بالجوق الأندلسي اللي كان يشرف عليه محمد فخارجي، ومنه حقق طفرة ثانية لما وضع أسس وقواعد لوصلة الشعبي اللي كان هاجين وأصبح فيه التوشية، مصرفات، القصيد الصغير، خيلص، بيت وصياح، الخزنة، الرهاوي، الصبوحي، وتبقى وعلى خير. وأدخل آلة البونجو الدربوكا البيانو والموندول الذي قيل أنه آلة جزائرية صممها الحاج محمد العنقة في 1935 وأخذها للحيرة في الإسباني جان بيليدو حتى يجسدها له على أرض الواقع. له أواني ما يدو يقول الكاردينال أنه أخذ من كل بستان زهرة وشكل باقة أطلق عليها اسم الشعبي وقدمها للجمهور. صاحب الهوى يكون بعد ساعة ينضف. سجل أول أسطوانة في 1927 اللي ضمت المدائح الدينية. بين 1929 إلى 1931 عمل 10 أسطوانات بالقبائلية، وفي 1937 تذوق طعم الشهرة بقصيدتين يا حنين والحمام اللي ربيتهم شاعلية. تواصلت النجاحات مع المكناسية
قولوا ليامنا هاجت بالفكر شواقي مالو بطعليا والفي مريم شقي في خناتة الحمد لله ما بقاش استعمار في بلادنا وسبحان الله يا لطيف سبحان الله يا لطيف جلي تعلم كاين شي ناس مسحاو ليقولوا خار الظاهرة والأسطورة قضى عمره يتعلم ويعلم في الفن الشعبي وتخرج على يدو جيل جديد من الفنانين أطلق عليهم اسم العنقاوية وعندما يصرح الكاردينال بهذا القول نفهم أنه لا يعرف التواضع في الصنعة نحمد الله تعالى اللي حياني لهذه الساعة هذه فاش اللي راني نشوف شي اللي خدمته وتعبت عليه راهو كان سبب رحمة للشبان اللي راهم اليوم فلما الكبير أو الصغير يسمع واحد الشيء اللي راهم يخدموا فيه هذا الشبان اللي راهم متبعين العصري اوتوماتيكمان يسميوه العنقاوي الحاج محمد العنقا صاحب الدقة في الكلام والرقة في الأوتار قضى آخر أيامه في مقهاه مالاكوف بالقصبة بين تلاميذ وجمهور وحتى انتقل إلى الرفيق الأعلى في 19 نوفمبر 1978 بعدما أصبح سقف الغناء العالي وتربى على كرسي المجد عن هذه الساعة السعيدة واللي يشتاق ويحب يستفاق ويستسقى يقصد ويقول يا بهجتي فيك شفت العنقة نحمد ربي ونشكر عن هذه الساعة السعيدة